نصحكم وصارت الليلة بنوبة المزموم. شكم الأداء نتاع النوبة للمجموعة الصوتية، وعندنا المطرب سفيان الزادي باش يكون معناتها باش يغني أغاني تونسية، ومن بعد سرني ومن بعد نبيل. احنا حبينا ننظموا ليالي متحف باردو بالتعاون مع المندوبية الجوية للشؤون الثقافية والمعهد الوطني للتراث لإحياء الفضاء هذا، لأنه فضاء كما تشوفوا معناتها فضاء حلو برشا، وفضاء ما يعرفوش برشا برشا ناس معناتها، وبالأساس معناتها حبينا نثمنوا الباردو ومتحف الوطني بباردو وفضاءات المتحف الوطني بباردو بإمكانها باش تكون معناتها تحتضن عديد الأنشطة الفنية والثقافية وإلى آخره. دونك هذه الليالي هذه باش يفتتحها فرقة المعهد الرشيدي الرشيدية، والسهرة القادمة باش تكون يحييها الفنان حسن الدهماني، والسهرية الثالثة باش تحييها الفنانة ألفة برمضان. مرحبا بكم في الحديقة الأندلسية في متحف باردو في إطار ليالي متحف باردو اللي نظموه تنظمه المندوبية ووكالة إحياء التراث وكذلك المعهد للتراث في إطار البرنامج الوطني مدن الحضارات، وهو أنه فضاءاتنا التراثية من متاحف ومواقع ومعالم تكون نابضة بالحياة نابضة بالإبداع، معناها من خلال احتضانها لعروض ثقافية إبداعية في مختلف مجالات الفنون بالطبع أنت وخصوصية الفضاء، وركز عادة للفرجة في هذه الفضاءات دو معناها والخروج به عن معتاد أنه زيارات للاطلاع على مخزون التراثي، كذلك للاستمتاع بعروض ثقافية وفنية في هذه الفضاءات. إن شاء الله تتواصل هذه التظاهرات، ونخمم أنه نرسي تظاهرة سنوية عندها خصوصية في المجالات الترابية والموروث الموسيقي التونسي يكون حاضر في متحف باردو لتثمين هذا الفضاء، لمزيد التعريف به، لاحتضان معناها عروض ثقافية وإبداعية متميزة. احنا هنا في المقهى الأندلسي على أنغام الرشيدية كما برمجناها، وهذا الافتتاح متاع ليالي متحف باردو اللي هي في إطار ترويج والإحياء وتنشيط متحف باردو، وهي دورة فيها ثلاثة سهرات، الليلة الرشيدية ويوم 23 مي حسن الفنان حسن الدهماني، ويوم 31 مي الفنانة ألفة برمضان، وهذه الدورة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للثقافة مع المعهد الوطني للتراث، وعندنا زادا المستشهرين متاعنا اللي هي راديو اي اف ام وشركة جوكير. وهنا تقول لي علاش باردو، لأنه باردو فيه رمزية كبيرة، رمزية حضارية، رمزية تاريخية، رمزية فنية، ورمزية زادة سياسية واعتبارية سيادية لأنه مركز سيادة. واليوم هذه التظاهرة تجسد انطلاق وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية مع شركائها في تجسيد سياستها الجديدة واستراتيجية اتصالية وللترويج للتراث بصفة عامة، وباردو هو محطة من المحطات اللي برمجتها الوكالة، وسبق عملنا زيارات للإعلاميين في كارتاج، وبعدها تنقلنا للقيروان، ونهار 7 جوان باش تصير زيارة ليلية للإعلاميين في متحف باردو، وبعدها نكملوا محطاتنا الأخرى في داخل الجمهورية في عدة مناطق، يمكن نمشيوا الجربة، يمكن نمشيوا السليانة، يمكن نمشيوا الكيف، يمكن نمشيوا الدقة، يعني الجهات الكل دون استثناء. هذه هي تقريبا الدورة بصفة عامة.